السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. غنصايبو الشفرجل. كيفاش غنصايبو؟ نديرو في الفريغو، نقطعوه ونعصرو عليه الحامض باش ما يكحلش. تابعوا معنا، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال الشفرجل. نديرو في الفريغو، ديك الساعات كيبقى دائما مزيان. كنديرو حتى الاخر ملي كيطيب بقى مزيان، كيولي بحال التفاح. حتى نديرو انايا، ما كنديروش في الاولى، كيكون باقي خضر. طيب هكا مزيان عاد ديروه، كيجي مزيان. وتابعوا معنا ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. دابا حنا كملنا بالتخطيط، دابا غندوزو نبخروه في الكسكاس. اللي غيتبخر ويسالي ديك الساعات غادي نديرو في الفريكو. ها الشفرجل دابا هو طاب، هو تبخر. غنديرو فيها الطباصل باش هادي يدخلوا ليا الفريكو، هاد الطباصل صغارين باش يدخلوا لي الفريكو. ان شاء الله يبات في الفريكو، غدا الصباح ان شاء الله نديرو في البلاستيكات. دابا انا غنديرو هنايا، تابعوا معانا. انا غنديرو هنا في الطبيصلات، تبخر خضر اللون ديالو. تبارك الله كيفاش. دابا حنا درناه في الطباصل، بقى لي عندي ندخلو من الفريكو.